السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طبعا بلان لاستاد. مهم جدا ان احنا بعد ما نعمل الاستاد، او حتى لو الاستاد موجود، او احنا واحنا بنصمم الاستاد، ان احنا نشوف حركة الناس، وده بيتم عن طريق الذكاء الصناعي. بنعمل محاكاة سيموليشن للمنطقة كلها، ونشوف الناس ممكن تمشي فين، وايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها مشكلة، ولو اضطرينا ان احنا نعمل اخلاء او الناس كلها تخرج من المكان في وقت محدد، ازاي ندرس الموضوع دوت، الفلو اللي هيبقى ماشي ازاي، بحيث ان ما يحصلش اثناء مثلا مشكله عايزين نفضي المكان كله يتجمع عند الباب. فهل في مشكله مثلا محتاجين ان احنا نكبر الابواب، محتاجين نوجد باب جديد؟ ده هيوفر لنا وقت وفلوس، ويضمن لنا ان ما يحصلش بشكل خالص. المسارات هي ماشيه، نبدا ندرس، وهو البرنامج بيقول لنا مثلا المكان ده فيه مشكله معينه محتاج ان احنا نعدل فيه، محتاج ان احنا نفتح اوبننج. يعني هو بيدينا المشاكل ويبدا يدينا الحلول، بحيث الناس تبقى ماشيه في الاستاد مركزه في الكوره، مش متضايقه من المسارات. ممكن انت مثلا مش عامل حسابك في العدد الكبير ده مثلا، فتفاجئ ان الناس مثلا واقفه ساعه عشان تخرج من البوابه، والساعه دي بتتحاسب من عليك. فهنا المحاكاه بتبقى كويسه جدا، وده خلاص بقى موجود في الفيفا، وحاجات ريكواير اساسي في المبنى ان انت تديله حاجه زي كده. تمام، ان الناس هتمشي ازاي، المسارات ازاي، اللاعبين هتبقى ماشيه ازاي، هل هيبقى في تقاطعات بين الناس وكده بشكل مثلا ممكن يعمل مشاكل. فزي ما انت شايف، هو دي نوع من انواع المحاكاه، بحيث ان نضمن السيفتي، ونضمن الاداء، ونضمن ان اللي يزور المكان يبقى ليه ذكرى حلوه، ومبقاش فيه مشاكل خالص. تمام، هو بيدينا بقى ايه، ملحوظات، اذا كان في مثلا اماكن فيها مشاكل، اماكن فيها ناس تبقى مشغوله، مش هينفع ناس تعطل كتير في المسار دوت.